يوم كنت عند الدكتور ودي فحوصاتي، والنتيجة تقول إن فيني سرطان بالغولون. سرطان؟ كل هذا وخاش علي أنا أم عيالك؟ وش هالقلب اللي عليك؟ يا بنت الحلال ما بيشغلكم، خليها على ربك، الله كريم، ما بالعيال يسمعون ويتحاقدون ولا شيء، الله كريم إن شاء الله. هديت حيلي بهالكلام، كل شيء عندك بهالدنيا ضحك وغشمرة؟ ما أدري. هي غشمرة يضحك يا بنت الحلال، قدامك كاني قاعدة تلوه، ما يعني وين فيني حيل غشمرة أنا.